طلعنا من الابون تحت قصف عنيف ما شهده التاريخ، والابون صغيره كثير. لما طلعنا الحمد لله طلعنا بكرامتنا اول شيء، فاوضنا النظام طالعنا نحن واهالينا بكل كرامه، وجينا لعند اهلنا بادلب، وهذا الشيء كان لمصلحه المسلمين، والله يهجرهم اللي هجرونا من بلادنا، والله يامنهم باوطانهم، والله يهنيهم مع اهلهم، وراجعين باذن الله اذا لاخر قطره دم راجعين عليه السلام. يعني ما راح نتركها، هي بلدنا وما راح نتركها، ما بلدهم وما لهم شيء فيها، ونحن بقلبها حاكيناهم هذا الحكي، ونحن طالعين حاكيناهم هن وعناصرهم الفقراء المرتزقه. ما عم يرضوا يحكوا مشان ما يبينوا منين جنسياتهم. اقتحم علينا بفترة 18/3، قاومنا فترة 3 شهور والحمد لله كان وضعنا بالسليم، عرفت شلون؟ لحتى صار الاقتتال بين الفصائل بالغوطة. جيش الإسلام كان محضر مؤازرة على أساس إنه شو طالعنا عنا، وإذ بحاصر هيئة تحرير الشام بحاصرهم وبيقتتل معهم وبيروح مئات الشهداء. مئات الشهداء أخي بتروح بين الفصائل، ونحن النظام النصيري عم يقتل فينا، النظام النصيري عم يقتل فينا، ومئات الشهداء بسبب هجوم جيش الاسلام على هيئه تحرير الشام بالغوطه الشرقيه. وش الله يفرج، شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ والله ما بعرف، يعني هن والله العظيم انه سبب يعني روحه البلد عنا وروحه هذا الثغر من ثغور المسلمين هن تخاذل. انا بالنسبه لي جيش الاسلام من وين طلعتوا؟ طلعنا من الابون، من القصف، من الضرب، من الحصار. إيه رايد ترجع الابون؟ باذن الله. عندك امل؟ عندي امل.